يبقى المطلوب زي ما ذكرنا انه انا ايش بدي اسوي؟ بدي اخذ اسماءكم تمام، وبدي اشوف اكثر اسم متكرر. طبعا اسماءكم روح جبتها من الموديل تمام. كيف النمط تبعها؟ زي هيك. طبعا هذا الطالب مش موجود اصلا يعني، بس انه انا حطيت لكم اياها كسامبل عشان تعرفوا ايش انا عندي. النمط انا عندي الاسم بالعربيه، بعديها الاسم بالانجليزيه، بعديها الايميل والاي دي. هذا ايش اسمه؟ محمد، محمود، احمد، حمدان تمام. هذا اسمه بالانجليزي، هي الايميل تبعه، وهي رقمه الجامعي. بدي نرجع لموضوع الفايلز ونشوف كيف احنا استخرجنا الاسماء. فصلت الاسماء ليش؟ لانه هنا طلعي هذا ايش، كيف سيبريتد كوما سيبريتد. برضه هنا بدنا نرجع لموضوع الفايلز ونعمل سيبريشن باستخدام الكوما. فبالتالي هنا الاسم بالعربيه ايش؟ بعد ما عمل سبليت ايش الاندكس تبعه؟ زيرو. والرقم الجامعي هاي 0 1 2 3 تمام. طبعا انا بيهمنيش الاسم بالكامل، ايش بيهمني؟ الاسم الاول. فايش بدي اعمل للاسم؟ برضو كمان سبليت على اساس السبيس، وباخذ الاندكس 0 تمام. يبقى هنا هذا هو الكود للاكستراكشن. طبعا هذا هو الفايل، فتحته تمام. طبعا لازم يكون الانكودينج تبعه اعتقد انه هو UTF تمام. هنا بفتح هذا الفايل نيم، هذا المسار كله بالكامل. فبفتح الفايل نيم والانكودينج UTF 8 لانه في اسماء بالعربي. وهنا بفتح اوت فايل 1 اوت فايل 2، هذا لأسماء الطلاب وهذه أسماء الطالبات. طبعا encoding لازم يكون UTF 8 عشان في أسماء بالعربية، والمود رايت. بروح بلف على كل سطر. إذا السطر هذا بيبدأ بالسلم معنى ذلك أنه هو هذا هيدر، وبديش هذا السطر، بدي أتخطاه. غير هيك بروح بعمل التوكنز لوناتج التقطيع، بعمل split باستخدام الكوما. طبعا الاسم الاندكس تبعه زيرو. طبعا هذا الاسم كامل، انا ايش بهمني؟ الفيرست نيم. بنروح نعمل سبليت للنيم وباخذ الاندكس زيرو. والاي دي الاندكس تبعه 3. بروح بحكي اذا كان الاي دي بيبدا بواحد معنى ذلك انه هو طالب، وراح اكتب الفيرست نيم تبعه في ملف الطلاب. واذا كان الاي دي بيبدا باثنين معنى ذلك انه هي طالبه، وحكتب الاسم تبعها في ملف الطالبات. فالناتج انا عندي هاي اسماء الطالبات، اسماءكم كلها موجوده هنا، نور وسمر ورزان. الآن بدنا نشوف ايش مين أكثر اسم متكرر. هاي الكود يبقى هنا أنا حاطط ملفين، بعمل كومنت للملف تبع ملف الطلاب، هاي ملف أسماء الطالبات encoding UTF 8 والمود write read by default.
تمام؟ نعرف ديكشنري فاضي، نقرأ الأسماء كلها، منخزنها في ليست. كيف؟ أنا عندي في كل سطر اسم، فبعمل split باستخدام slash n. يبقى read قرأناه كله بالكامل dot split n slash n، فصلنا كل اسم لوحده. نفس الكود اللي شرحناه قبل شوية. For name in names إيش حنسوي؟ name dict of name بتساوي get للنيم، إذا كان موجود برجع الفريكوانسي تبعه وبنزود عليه واحد، مش موجود بنرجع زيرو، بنجمعه مع الواحد بيطلع واحد. تمام؟ وبعد هيك بدي أطبع. في عندي طريقة في الطباعة، إنه إحنا زي ما تعودنا ممكن أطبع الديكشنري زي هيك، أو ممكن إنه أطبع باستخدام هاي الطريقة. إيش هاي الطريقة؟ كي V هي الكي والفاليو من name dict dot items. يبقى هنا ميثود تانية ايش بترجع لي؟ بترجع لي اياهم as tuples زي هيك. خليني اورجيكم اياها هنا. يبقى هنا لما نحكي انه name dict dot items ايش بترجع؟ بترجع لي اياهم as tuples بين اقواس key والvalue كوما key وvalue بهذا الشكل. تمام؟ فبالتالي لما تكون انا على شكل tuples، وهذا موضوعنا للباب القادم او الفصل الباب الجاي شابتر 10، بقدر انه انا اخذ الفاليوز زي هيك. يبقى الاسم وين حيروح؟ للكي للكي، والفاليو اللي هو التكرار حيروح للفي لكل عنصر بهذا الشكل. فبروح بطبع الكي والفاليو بهذا الشكل. تمام؟ مستعدين تشوفوا مين اكثر اسم متكرر؟ مين يا فكركم؟ مين؟ إيمان. طبعا هذا الديكشنري بهذا الشكل. تمام؟ طبعا لما اطبعه كي وفاليو بيطلع لي بهذا الشكل اسهل. نور 7، شيماء 3، ندى 3، نسمة 2، في عنا تنتين نسمة، إيمان 5، آية 6. من الأسماء فريدة. وينها فريدة؟ روان 2. تمام؟ هبة كذلك من الأسماء المتكررة. تمام؟